الرئيس الروسي الذي دق أبواب مصر ما أن وطأت قدمه أرض الكرملين عام 2005 أوده حنين الاتحاد السوفيتي لفك الحصار عن موسكو الذي فرضه التوسع الأمريكي في الشرق الأوسط. بوتين لم يأخذ على محمل الجد مسعى انفتاح مصر على موسكو أثناء حكم الإخوان المسلمين، بل رآه تلويحا بالورقة الروسية للتقرب من واشنطن. على خلاف ذلك ترى خلافا حقيقيا بين مصر والإدارة الأمريكية يستثمره الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنويع العلاقات الإقليمية والدولية. في المقابل يندفع الكرملين أكثر فأكثر للتوسع بمقدار ما تحاول أمريكا والدول الغربية توطيد نفوذها ومصالحها في المحيط الحيوي الروسي على ما تقوم به في أوكرانيا لخنق الكرملين. لكن مصر السيسي وموسكو بوتين لا تطمحان للعودة إلى تحالفات الاتحاد السوفيتي على الرغم من استعدادهما لكسر بعض المحرمات الأمريكية والغربية في ملفات السلاح والنفط والعودة إلى ما تيسر من التعاون الصناعي الذي أرساه جمال عبد الناصر. في هذا الإطار يعول الطرفان على حلف في مكافحة الإرهاب أكثر جدية من تحالفات واشنطن الذي يتقاطع مع بعض الجماعات التي تتهمها روسيا ومصر بالإرهاب، وبالمثل يعولان على تعزيز التبادل التجاري مدخلا لتحالف سياسي مأمول، غير أن التقارب المصري الروسي هو فاتحة مسار جديد لا يلبث أن يتداخل في مساعي توحيد الجهود لحل الأزمة السورية أو غيرها من المخاطر التي تهدد بلدان المنطقة. هذا التقارب ينفذ من المساحة التي أفرغها تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، لكنه على الأرجح قابل للتطور أبعد من التعاون الاقتصادي والحلول الظرفية الأمنية.